الشوط المقابل امام المنتخب الاسلامي. دلوقتي يا جماعه احنا بنتابع ضربات جزاء مصر وكوت ديفوار مباشر، ف ربنا ييسر الحال كده. بس اول شوطه من كوت ديفوار دخلت جون، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. زيزو داخل يشوط اهو، زيزو داخل يشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، يلا يا زيزو. دي فوطه يا جماعه عادي. زيزو 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 جون، الحمد لله الحمد لله. حلوه يا رجاله، يلا يلا عدل الكفه للمنتخب المصري لتصبح النتيجه واحده. يلا يلا يلا، هذا بيحكم بقوه كبيره في مفيش اعصاب يا جدعان، والله العظيم مفيش اعصاب خالص خالص. مفيش بثلاثه جنيه اعصاب. الله يا زيزو، الله يا زيزو. عالمي عالمي عالمي. لا الحمد لله عملنا ماتش عالمي والله العظيم. لا لا لا، كسبنا خسرنا بس هنكسب ان شاء الله، مش فارقه، ماتش عالمي والله. ايه كل الناس زي الفل، كل الناس زي الفل. هو من يتقدم من جانب المنتخب الايفواري. يا رب. والحارس محمد ابو جبل. يا رب. يستعد لهذه الكره. يا رب. يلا ابو جبل، يلا ابو جبل، يلا ابو جبل. مش مشكله مش مشكله مش مشكله. الثاني للمنتخب الايفواري للاعب الوسط سانغاري، والتحيه تاتي من الطاقم الفني. شاهدوا الطور الكبير الذي يقوم به سانغاري. مهم جدا هنا عمل الخبره، يلعب دور كبير في الذهاب لحارس المرمى ورفع معنوياته لانه يعرف حق المعرفه انه الانتصار وقت الترشح بين ايادي حراس المرمى في مثل هكذا مواعيد. من يتقدم من جانب المنتخب المصري عدله الكفه. يا رب ستر. السلية 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 السلية. الله برافو عليك يا عمرو. 2-2 اهو. يلا يلا رجاله ان شاء الله. والمنتخب المصري راضي النتيجة، هدفين للكوت ديفوار، هدفين للمنتخب المصري. ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. المنتخبان يمتلكان الأفضليات، يا رب. واللاعبون يا رب ايضا ينفذون بشكل رائع، والفرحة المصرية واضحة من خلال. والله يا جماعة اقسم بالله عملنا ماتش عالمي، عملنا ماتش عالمي وحياة ربنا، فنتمنى ربنا يكملها بالخير ونصعد. ماتش والله العظيم عالمي رجالة، وكيروش عمل ماتش عالمي، وكل حاجه كانت عالميه. يا رب يا رب. يلا ابو جبل، يلا ابو جبل، يلا يلا يلا. اه بطل الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عالمي عالمي عالمي. الحمد لله باليد اليسرى. الحمد لله ثقة أكثر. دخل في وقت حساس وصعب، ثبت تسديدة المتوسط ميدان المنتخب الإيفواري سانغاري، وبعد هذه الركنية. والآن يلا بقى، يلا عمر يا كمال بقى، يلا عمر يا كمال يا راجل، يلا يا راجل. لمصلحة المنتخب المصري وفي التنفيذ الآن كمال. يلا. نعم عبد الواحد من الجانب المصري الان. يلا 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 ونروح نقابل المغرب بقى، وربنا يستر. مش مشكله اشقاء عادي. يلا يا كيروش، يلا عمر، والله العظيم راجل بيسكت قبل ما يشوط. هيجيبها ان شاء الله، ربنا مش هيخذله. هيجيبها ان شاء الله، هيجيبها ان شاء الله. يلا 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 يلا. اوه الله، اللي جت الصد خلاص، اللي جاية الصد خلاص. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوه ايوه يا رب. ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ربنا يكرمنا والله العظيم، ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا ان شاء الله، ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. خير 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 خير. التأهل في هذه المباراة. يا رب. ومن يتقدم هنا كورنر. هيجيبها ابو جبل ان شاء الله. من جانب المنتخب الايفواري لتنفيذ ركلة الجزاء. يلا يا زاهة يا سباستيان يا هالر. عناصر المنتخب الايفواري على مستوى بنك الاحتياط. كورني هو من سيتقدم. يلا يلا ابو جبل، يلا ابو جبل. مبدئيا انت في احسن احوالك يا محمد. ابو جبل ابو جبل ابو جبل ابو جبل. كانت جاية، اللي جاية نجيبها نصعد. اللي جاي نجيبها نصعد. يلا مين بقى اللي هيشوط بقى؟ صلاح ولا مين؟ صلاح ولا مين؟ صلاح ولا مين؟ صلاح ولا مين؟
الحارس المصري مش أعصاب مش أعصاب محمد أبو جبل وسجل على يمينه يا رب إلى غاية الآن يا رب يا رب ثلاث أهداف مقابل ثلاثة إلى غاية الآن مين ده؟ محمد عبد المنعم ربنا معاك يا ابني لا انا جيبها خلاص ايه ده انا بهزي لسه 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 لا لسه في واحده ثانيه محمد عبد المنعم بحول الله وانا اتقدم لسه 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 معلش التوتر لسه في ركله جزاء جديده يلا عبد المنعم يلا يا عبد المنعم يلا يا عادل يلا يا عبد المنعم يا رب يا عبد المنعم يا رب ربنا معاك يا ابني بطل يا ابني يلا الله الله تدخل الشبكة يلا ابو جبل صد بقى صد نصعد يلا يا نني يلا يا مين اللي هيشوط الى غاية الان كرة بكرة الان بعد تنفيذ اربعة طبعا اربعة مقابل ثلاثة لحد الان من جانب المنتخب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير 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 ايه ده ايه دي ايه دي خير 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 وسجل هدفا جديدا خير يا رب خير يا رب راجل يارا خير والان المنتخب الايفواري يا رب هو من سيسدد يا رب كل العرب مع بعض في البطوله دي كل العرب مع بعض واقفين في ظهر بعض اكاد ابكي والله يلا يا ابو جبل يلا يا ابو جبل ده زاهر زاهر هيضيع زا هيضيع زا هيضيع زا هيضيع يلا مش مشكله نجيب اللي جايه نصعد اقعد يلا على بلدك واخلع يلا نجيب اللي جايه نصعد ان شاء الله حلوه يا جباسكي بطل يلا حلوه يا شناوي ربنا يشفيك انت وحمدي فتحي ان شاء الله مفيش اهلي وزمالك هنا منتخب مصر بس يلا يا بطل يا رب يا رب مفيش اعصاب يا جدعان والله مفيش اعصاب مفيش اعصاب حط بقى يا عم هل سيكون محمد صلاح يلا يا صلاح يلا يا صلاح ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير 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 مفيش اعصاب خير يا صلاح خير خير يا صلاح خير نفسي نفسي والله اروح ماتش المنتخب مصر من الاستاد كده في تصفيات كاس العالم كده ولا الكاميرون كده ولا الكاميرون الله الله يا صلاح العالمي الله صلاح العالم صعدنا المغرب احنا جايين استنونا على اول الشارع الحمد لله رب العالمين الحمد لله استنونا على اول الشارع على اول الشارع مصر والمغرب مصر والمغرب على اول الشارع على بلدك واخلع دي مصر بتوجع يلا على بلدك يلا استنونا على اول الشارع يا مغرب ان شاء الله جايين لكم باذن الله في دور الثمانيه مصر والمغرب احسن شعب احسن رجاله سلام عليكم.